في الحلقة الماضية من مهنة لاعب تأهلنا بسيناريو مجنون للدور الربع نهائي بعد ريمونتادا تاريخية على اس ميلان، وأيضا تركنا الدوري الألماني مولع يا سادة. فولفسبورغ 61 نقطة، دورتموند 59، وعنا مباراة مع بايرن ميونخ. قبل ما نبلش بدي منكم تدمروا زر الاشتراك، صرنا 980,000، فجمهور مهنة لاعب هو أكبر جمهور واكثر سلسله متابعه، فانتوا كفو انه توصلونا مليون يا ساده. خلينا كمان نوصل هذا المقطع 20,000 لايك لينتشر اكثر واكثر، وننزل من نتلاعب بسرعه اكثر. راح يكون اساسي بالاس تي وراي رينا، على اليمين لاعب جديد اسمه باسلاك ما بعرف ليش، دانجو على اليسار، فيرس مانو موجود ممكن يكون بدكه البدلاء، بايرن ميونخ بقياده لوكاكو، كومان، جرافنبرج، كوريا، تونالي، بن ناصر. يا عمي عاملين تشكيلات خياليه جدا. سليبه وهيا بنا، اليوم يومنا، اول انتصار على بايرن ميونخ. هل بيكون على ملعبنا وبين جماهيرنا؟ نعم اصدقائي، اهلا وسهلا بكم الى ديربي المانيا، كلاسيكو المانيا بين البايرن ودورتموند. لم ننتصر على بايرن ميونخ في مباراتين متتاليتين، خسرنا في الذهاب وخسرنا في الكاس. اليوم معركة الانتقام، معركة الصراع على الصدارة يا دورتموند. علينا تركيز في كل هجمة، في كل كرة. انطلاقه لإسماعيل، استلم سليدان جوما، هل نفعلها؟ هل نسجلها؟ مرور، عبور، تسديد. يا ولد فعلت كل شيء إلا الانهاء في اللقطة الماضية. أي بداية وأي تقدم. مباراة البايرن لن تكون سهلة، الانتقام لن يكون سهلا. كوريا بداية قوية والتسديدة واحدة لدان جوما، فرصة هدف أول، ربما سواليسا، أوهو حلطة حلوة، هي يا دورتموند هي دان جوما، الهدف الأول. هل ننتصر على بايرن ميونخ؟ لن يسكت يا بايرن ميونخ، مرت بأمان. دورتموند تقدم، مرور، عبور، وصلت سواليسا، صراع ثانية ربما بالرأس، يا دان جوما. لوكاكو احذر، وتعادل غير مستحق لبايرن، عادت مرتدة الآن ربما قاتلة من إسماعيليستا. هارب خلف المدافعين، واحد على واحد، شد بالكرة، شد 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 إسماعيليستا، جول جول جول، هي دخلت يا حكم. كرة خلينا نشوفها بالإعادة، هل فعلا دخلت المرمى ولا لا؟ أي أي أي، والله فيها مثل كرة مثل لعبة اليابان، شوفها بسرعة خلاص بتحسها دخلت، دخلت وطلعت، مستحيل. شوف هاي الكرة لم تدخل بالكامل، فيها 25% لم تدخل. طيرة لي بايرن غير مستحقة يا كيمي، اوهو انتهت يا حكم، انهيها يا حكم، انهيها يا حكم الأخيرة. حتى حارس البايرن في منطقة جزاء دورتموند بالراس، لا لا يا راي، مرت بأمان. فوز مهم جدا لدورتموند للحاق بالمتصدر، أول مرة ننتصر على بايرن ميونخ، برافو برافو. دور تكتيكي كبير يا كومان، انهض يا كومان، نحن دورتموند، نحن الأفضل. مؤقتا تصدرنا، لسه فولفسبورغ عنده مباراة، خلينا نشوف مباراة فولفسبورغ بالله مع مين. على ما أعتقد مع باير ليفركوزن، باير ليفركوزن المركز الخامس. يلا فوزوا على فولفسبورغ لحتى نروح وننتصر بالدوري. خصمنا بالربع النهائي ليبزيك الألماني، مباراة ألمانية خالصة بين دورتموند وليبزيك. نعم مباراة سهلة بالدوري، إذا فزنا فيها 3-1 نمشي نحو مباراة ليبزيك. أيضا رجع فولفسبورغ بفوز بمباراتين 67، نحن 65 يا خوفي، تضل الجولة الأخيرة. طبعا للتنويه داك أهداف البوندسليغا 24 هدف، بعد إسماعيليستا 20 مع أبراهام، والصراع مستمر ما زال. بينما بالصناعات داك 10 صناعات، وإسماعيليستا مركز 12 بخمس صناعات. إذا رأي المدرب أنه إسماعيليستا ينزل بالدقيقة 58 ار ام جناح يمين، مكان رينا راح يلعب، دانجو موجود، فيرس موجود، وفي هونو هذا لاعب جديد. إذا خسرانين ضد ليبزيك على أرضنا 1-0 راح أنزل آخر نص ساعة، شكرا مدرب لأنك طلعتني ما شاء الله. نعم إذن المدرب مرة أخرى يظلم إسماعيليستا في دوري الأبطال، أنا الذي أهلتك لهذا الدور يا مدرب، ما علينا نحترم القرارات. بالرأس هدف ثاني، هل يكون الخروج من دوري الأبطال يا دورتموند؟ قاسية جدا إنكونكو يسجل. إسماعيليستا منذ البداية يا مدرب، انطلاقة محاولة للمرور بالمهارة رائعة جدا، أول الكرات والتسديد عالمية. لو كان إسماعيليستا منذ البداية لن تخسر هذه المباراة يا مدرب. المدرب حاليا رجعني قلب دفاع، قلب دفاع فعلا يا ساري، ما بعرف شو اللي صار. أنا بنزل بالدقيقة 60 وبعدين بلعب قلب دفاع، يعني شو اللي راح يصير؟ يعني أنت برأيك إنه أنا راح أقدر دافع؟ راح أحاول بس صعب
خطيرة الكرة، فرصة ومحاولة لليبزيج، مرت يا مدرب، رجعني لمركز الأصلي يا مدرب. هيا بنا، ربما الآن خرجة يا إسماعيليستا وإثبات الذات، تقدم وتمريرة في اليسار، نار يا حبيبي نار، كرة لدورتموند، نزلها بالرأس، أي لاعب أي مايسترو، خطيرة جدا. هنا كرة وضربة حرة مباشرة لدورتموند، إسماعيليستا يطلبها حول منطقة الجزاء، تسديداتك، كراتك، ضربة ركنية كقلب دفاعي، يحاول الآن برا، عادت هدف سيضيف الكثير في مرحلة الإياب ومباراة الإياب. إسماعيليستا حاول، أنا قلب دفاعي مدرب، يعني حط قلب دفاع، شو أعمل؟ عندي طاقات مهاجم. إذا مباراة سهلة أخرى بالدوري، فزنا فيها 2-1، وأيضا صدارة مؤقتة يا رب، تعثر لفولفسبورغ اللي راح يلعب مع هوفنهايم ولا لا مع هيرتا برلين. الإياب مرة أخرى 1-0 لليبزيك، ونزل المدرب الدقيقة 62، المدرب نزل لي كمان جناح يمين، وبعد ما ينزل راح يرجعني قلب دفاع على الأغلب، روح لنا تأهل دوري الأبطال. وعاني في دورتموند، قدمت كل شيء للنادي، راح احاول اجيب لهم الدوري باخر الجولات فارق نقطه، ولكن دوري الابطال يبدو انه باي باي. تخيل انه انا مطالب سجل 3 اهداف اماميه، ومحاوله وهربه، رجعني قلب دفاع انا ومنفرد بالحارس يا اخي، والله لبكني عميل، رجع قلب دفاع ثاني على اليسار، حرام عليك يا مدرب، والله ما نرجع للدفاع، بس مش اللي بياثر على ادائي هذا الشيء، لانه انت مالك بمركزك، ودائما المدرب ما له راضي عليك فبيأثر على الأداء. اشتد لدورتموند، إسماعيليستا يترك مكانه في الدفاع ويلعبها جميلة جدا، لم تصل فيرتس بالكعب، هي يا مدرب هل تسمعني يا مدرب، أنا موجود، هات الكرة لأعيدك للمباراة، أنا مهاجم ولست مدافع يا مدرب. أولا مرة أخرى ليبزيك، ضرب الدفاع وكابل، عادت والكرة في الشباك، بالتأكيد إذا وضعت هدافك قلب دفاع سيسجل الأهداف الكثيرة في مرمى. الكرة عادت خطيرة، والهدف الثاني لدورتموند، عادت تقدم، محاولة، جميل المرور، جميل القتال، جميل التسديدة، كيف ولو كان إسماعيليستا مهاجما منذ البداية. 3-2، فرق هدف واحد، ممكن أن نعود. كرة أمامية ليبزيك خطيرة، وهدف آخر، هدف لليبزيك، هدف التأهل، هدف الخروج، هدف انتقال إسماعيليستا. ربما لا يريدني في النادي هذا المدرب، لا أدري. وداعا دورتموند، وداعا هذا الجمهور العظيم، القميص أحببته، المدرب لم أحبه، باي باي. بالنسبة للدوري اللي قاتلنا عليه منذ البداية، ضل جولتين، جولة ضد فولفسبورغ وجولة ضد ليبزيك. ليبزيك المركز الثاني ب69، وفولفسبورغ المركز الثالث ب69، أي خسارة خلص الدوري باي باي، لأن المباريات حاسمة ضد الثاني والثالث، ما في مجال للخسارة. ممكن انتصارنا على فولفسبورغ بهاي الجولة يخلينا أبطال للدوري، بحال تعثر ليبزيك رح نلعب آخر جولتين ونودع الدوري الألماني ودور. طبعا الهداف داكا راح بعيد جدا، 30 هدف، أبراهام 22، إسماعيليستا 20. نعم المدرب مرة ثانية نزل لي الدقيقة 55 كمهاجم، الحمد لله هاي المرة ضد فولفسبورغ المباراة لازم ننتصر فيها على ملعبهم لحتى ناخذ الدوري. كرة أبراهام، لا أريد أن أخرج بدون أي بطولة مع دورتموند، موسم صفري لحد الآن، مع أننا كنا ننافس على كل البطولات، كنت جيد في كل البطولات، خسرت الهداف وخسرت الدوري لحد الآن، وخسرنا دوري الأبطال وخرجنا، وخسرنا في الكاس مع البايرن، لكن هل من عودة؟ هل من فرحة متأخرة؟ أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أبدا يا إسماعيليستا، مع أنه كنت ممتاز في كل البطولات، في كل اللعبات وكل المباريات. إسماعيليستا رد سريع، تعال يا فولفسبورغ تعال، إسماعيليستا موجود لعودة ويعودة. أبراهام خطير، الأبراكادبرا، أبراهام يدخل منطقة الجزاء، يمرر وكبير، الكرة ملعوبة في الشباك، هدف ثاني قاتل من فولفسبورغ. هل خسرت كل شيء؟ هل خسرنا كل شيء يا دورتموند؟ موسم صفري بسبب هذا المدرب لحد الآن. وعلى السيناريو لم أكن أتخيل للحظة بأنني سأخسر كل شيء مع دورتموند، حتى الدوري ربما نخسر، ما زال هناك جولة أخيرة. الفوز بالدوري كان بإيدنا، نحن أعطيناه لإيد فولفسبورغ، صار بإيدهم بجولة أخيرة راح تكون ربما سهلة ضد كولن المركز الـ14،
إذا انتصروا بحققوا الدوري. نحن رح نلعب مباراة صعبة جدا ضد ليبزيك المركز الثالث. إذا انتصرنا وتعثر الفولفسبورغ بنتوج بالدوري. مدرب مجنون ليبزيك 1-0 نزل بداية 57، يبدو أنه خسرنا كل الأمل حتى بالفوز بهاي المباراة. نعم إذا اسماليستا مكان فيرتس بآخر نصف ساعة، سأفعل كل ما بوسعي ربما تعثر لفولفسبورغ بآخر الجولات، وانتصار في دوري ألماني يضيف للكثير قبل الانتقال. الكرة عند اسماليستا، انطلاقة وتمريرة ساحرة في الأمام لدورتموند والأمال الأخيرة، عرضية بالرأس، هدف يا مدرب. سأحتفل آخر احتفال هنا في دورتموند، هو الاحتفال الأخير، هي اللحظات الأخيرة المؤثرة. يا لها من أيام يا دانجوما ويا فيرتس، يا لها من أيام يا رويس ويا جماهير دورتموند، ويا لها من أيام تعيسة يا مدرب الذي أخرجتني في كل مباراة ولعبتني مدافع. أوه على أيام أمامي. اسماليستا مستمر بالمهار، مستمر بالتقدم على مرمى ليبزيك. واحدة في الأمام، انتعاشة في الأداء، لا يوجد شيء نخسره يا دورتموند. لنحاول ربما يتعثر فولفسبورغ، والثاني ضاع ضاع ضاع. نعم اسماليستا قريب، فرصة خطيرة جدا لليبزيك، والهدف الثاني هدف ملعوب وهدف جميل. ومرة أخرى نتعثر، ليبزيك 2 دورتموند 1. نعم إذن شكرا دورتموند، شكرا جماهير دورتموند، ولا شكر أبدا للمدرب الذي أنهى مسيرتي في دورتموند بشكل غريب جدا. حزن واضح على وجه اسماليستا، شوف حتى أصدقائه يقولون له لا عليك ستنتقل وتلعب مواسم أخرى. شوف كل اللاعبين، كل اللاعبين، حتى ناتشو أتى من ليبزيك ويقول لا عليك يا اسماليستا. إذن بهذا الشكل خسرنا الدوري. لو كنا منتصرين بهاي المباراة كنا توجنا بالدوري ب74 نقطة. هل يعقل هذا؟ هل يعقل هذا يا مدرب؟ خسرتنا الدوري. العرض هو من أرسنال اللي انتقلنا له حاليا، اسماليستا إلى أرسنال. صراحة انتقال رائع جدا، مشاركين بدوري الأبطال. أرسنال حاليا هن مثل ما بتعرفوا بالحقيقة الليدر بالبريمير ليج، وبيمروا بمراحل جيدة. إن شاء الله يكونوا موجودين اللاعبين ويعملوا انتقال، يكونوا عاملين انتقالات. دائما الانتقالات كثيرة بهذا الجزء من مهنة لاعب. اسماليستا إلى أرسنال تحت نظراتي أرتيتا، خلينا نشوف شو راح يصير. نعم إذن انتقال بعد فشل مع بروسيا دورتموند، أعطوني رقم 11 راح نغيره إن شاء الله. وهذا هو لباس أرسنال اللي بعشقه، والمدفعجية، المدفعجي الأكبر راح يكون اسماليستا. تجربة فاشلة مع دورتموند، إن شاء الله راح تكون تجربة ممتازة مع أرسنال. هذا هو اسماليستا بطاقات 87 صار بأرسنال. خلينا نشوف التشكيلة واللاعبين الموجودين. نصيري معي مهاجم ممتاز جدا، إذا متعاقدين مع نصيري. عندك داروين نونيز موجود، حلو جدا، هاي المرة ما في جلتش، ما نمصلها، حلو. نيلسون موجود على اليمين، أسينسيو موجود، جايبين نجوم كتير، ماركينوس، آر إم، في عندك ساكا 88، أوديغارد. المهم هدول موجودين، عواميد الفريق. ساكا مع النادي منذ 2018، تخيل أوديغارد ينتهي عقد مع 12، جددوا له. أنا بدي متعة، بدي أوديغارد يصنع لي يسجل. بوجبا موجود، والله تشكيلة التاريخ، تشكيلة دوري أبطال، كل مرة هيك بقوله ومنصل. فيتينا كمان 88، وعندك لوغونكا، سولير، يا جماعة كله نجوم، كله نجوم. تومياسو موجود، إيريك غارسيا جايبينه، مين لسه ما جايبين هدول؟ شو عاملين هدول؟ باو توريس، مين؟ زينشينكو، رامزديل موجود، 86، يمكن 3 أو 4 لاعبين من أرسنال. خلينا نشتري لنا شقة بإنجلترا، شقة صغيرة 255,000، لنظبط أمورنا ونظبط وضع العائلة وتعرفوا. خلينا نشوف المدرب الجديد كيف بيعاملني، بيعاملني أساسي، بيعاملني كنجم، وراي فيتينها، سولير، بوجبا، عيميني، ساكا، ماركينيوس، موجود زينشينكو، غارسيا، دفاع قلب دفاع عندنا ضعيف شوي، كلارك 70، كوريا على اليمين، رامزديل. طبعا رح نلعب ضد ليستر سيتي اول مباراة، مونياين، ليمار، يا جماعة التعاقدات اللي عم تصير، الخربطة اللي عم تصير بكارن مود جدا ممتعة، ما بتشوف حدا بفريق. وهي بنا اول مباراة مع ارسنال، اول مباراة في ملعب ارسنال، ملعب الامارات، الملعب الممتع جدا جدا ضد ليستر سيتي. يا اسماليستا، لنرى كيف سيكون الاداء في الدوري الانجليزي لاول مره اشارك في الدوري الانجليزي
باندريس سمايلي استفلا وبدا بدأ الحماس. بداية متعة الدوري الانجليزي وبالهينها كرة اولى لليستر سيتي، تمرير وتسديد رامزديل، ارسنال امامية ليس يبدو بين سمايلي نسخة الدوري الانجليزي عالمي، مرور عبور تسديد مبكرة جدا، سمايلي يحتاج فقط 8 دقائق لكي يسجل في الدوري الانجليزي. اي تمريره الهون في صناع لعب، في لاعبين وراك بيصنعوا لك كرات، وشوف المرور على طريقه دوني كريستيانو يمر ويسجل اول الاهداف. يا لعيب ان شاء الله باذن الله موسم تاريخي مع ارسنال، موسم دوري ابطال باذن الله. ستار سيتي ومتعه الدوري الانجليزي بدات، وكره خطيره، اوه لمسه يد والحكم يعطي تحت الفرصه، 1-1 هذا ليستر وبدأت متعة الدوري الإنجليزي. خطيرة الكرة لليستر، تمريرتين والثالثة وين؟ أوهو يا ليستر مرة أخرى يسجل، نفس اللاعب ليمار، ليمار لا يهدأ، الكرة من ليمار أيضا فيها لمسة يد قبل أن تذهب للشباك وقلب النتيجة. هذا هو الدوري الإنجليزي، ساكا سريع، ساكا يعود للخلف، نقلات وتيكي تاكا وجمال ارسنال، ساكا سمايلي استمر ضعيفة، وعودة من ليمار بهدفين 32 و40، في هاتريك ربما لليمار، توريكات والتسديد بلياردو يا رامزديل في الشباك، في الشباك هدف ثالث لليستر سيتي. عجيب السيناريو غريب، والكرة رائعة كانت من ليمار، شوف 1-2 بوم بوم يا رامزديل، بداية سيئة يا أرسنال في الدوري الإنجليزي، أوه على ضربة من الخلف على أقدام إسماعيل، إنذار أصفر، نعم، تحدي كبير لأرسنال بهذه النجوم أن يعود في هذه المباراة، إسماعيل بتمريرة ساحرة من بوجبا والتسديد رائع جدا. وسيد تحمس زيادة عن اللزوم وجاب العيد، احتفل في ملعب أرسنال بقميص أرسنال باحتفال كريستيانو رونالدو، هدف بتمريرة ساحرة جدا من بوجبا، حلو بوجبا حلو حلو. إسماعيلستا يتألق مع أرسنال بهدف ثاني، إسماعيلستا للهاتريك للهاتريك، يبحث عن بوجبا، بوجبا حطها جميلة والهاتريك يا كرة، تعادل على أقل تقدير يا أرسنال، تعادل نقطة أفضل من لا شيء في بداية الجولات. إسماعيلستا انطلق خلف المدافعين، فول بوجبا استلام تمرير ومحاولة، مسألة ساكا، ساكا سلمها إسماعيلستا، إسماعيلستا لمسة جميلة جدا ومحاولة خطيرة، حكم حكم نعم ضربة حرة في مكان خطير لأرسنال، من سينفذ التنفيذ عليه؟ لاعب بوجبا عادت ارتدت إسماعيلستا مرة، ربما الفرصة الأخيرة لأرسنال والتعادل، ضرب على إسماعيلستا في كل لحظة يضربون هذا إسماعيلستا، يشعرون بالخطر مرة أخرى، ضرب من الخلف وإنذار أصفر على لوزانو، والأخيرة لأرسنال، إسماعيلستا نزلها بالرأس، الأخيرة للهاتريك ولعودة وتعادل أمام ليستر، دوران تقدم عبور دخول لمنطقة الجزاء، تمرير هاي الكرة هاي أسينسيو، بوجبا والركنية الأخيرة للمدفعجية ولعوها في ملعب الإمارات، هاي الكرة الساك يا رامزديل، رامزديل اللي ضيع، رامزديل ضرب ساكا لما كان بده يشوطها، لكن برأيي موسم ممتع مع أرسنال، البداية متعثرة لكن بإذن الله رح نرجع بشكل أقوى يا إسماعيلستا. إذا الصحافة تقول تألق النجم إسماعيلستا، إليف ألماس إجا لأرسنال، تذكروا لما كان معي زميل قديم وهلا جاي من الولفز، يبون سيهيمنون على خط الوسط 2025، عندك بيدري، فرنانديز، ديونغ، ورودري، لا يا ساكا، لا يا ساكا، ساكا راح للإنتر يا جماعة، انتقالات عم تستمر، يا أخي رحيل ساكا مؤلم يا أخي، كان ممتاز جدا وريته عالي جدا، خلينا نشوف ألماس 85 كام كمان حلو جدا، لا 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 وينه اوديغارد اوديغارد يا اخي ليش؟ اذا الجولة الثانية راح تكون ضد مان يونايتد، ريتشارلسون، سانشو، باكوا، باكويتا، اريكسن، انديدي،
مين عندهم لسه؟ ميليتاو وديست. يا اخي هاي الخربطه خربطه زياده. بوجبا موجود، الماس اول مشاركه مع ارسنال، ماركينوس في اليسار، سولير على اليمين، فيتينها 88 حلو فيتينها بس ما شفناه باول المباريات. يا اوديجارد ويا ساكا غدرتوا فيني وجبتوني على ارسنال. قلوب الدفاع سيئة جدا عندنا 70-70 والله يستر امام مان يونايتد على الاولد ترافورد. مان يونايتد يضغط منذ البداية، ريتشارلسون قطعت عادت ارسنال عن طريق اسماعيل إيسا في مرتدة اولى بالمهارة يحاول يتقدم. تدخل على الكرة صراحة بوجبا بداية وطلعة اولى لارسنال. الماس هرب يا زميل يا صديقي يا الماس والكرة ارتدت وقال قال قال نار ارسنال نار. اي كرة بين الماس زميل السابق في السلسلة السابقة وبين اسماعيل إيسا وانتو عالمية، عادت وكرة باكورد جميل جدا. شوفوا انتو وكرة عادت من الدفاع وبوم يا ميليتاو بوم يا ارسنال مبحث عن مباغتة بهدف ثاني. اي باور شات على ديخية الذي انقذها من امام اسماعيل إيسا. ركنية لارسنال المدفعجية، الكرة العرضية برا، ثلاثياتك تحتاج الى تطوير. مان يونايتد خطير جدا، فيها لمسة يد وضرب جزاء لمان يونايتد. نعم ضرب جزاء واللمسة كانت على زينشينكو وضربة الجزاء من سانشو. سانشو برافو رامز ديل. كرة لمان يونايتد تقدم تمرير خطيرة ريتشارلسون السام السلساو يعود بواحد واحد أمام أرسنال. لا أين أنت ذاهب؟ هل تريد أن ترقص مع مدربك مرة أخرى؟ نعم يذهب للمدرب ويحتفل مع المدرب. زينشينكو يا زينشينكو يا زينشينكو ماذا تفعل يا زينشينكو؟ ريتشارلسون يا زينشينكو حرام عليك أن تضيع هذه الكرة، هدية مجانية لسانشو والأصدقاء. شوف الكرة افتكت هناك من ناحية اليمنى والكرة لريتشا سانشو عالمي عالمي لمانشستر. خطيرة باكويتا باكي ريتشا هذا الثالث المنتخب البرازيلي يسجل من باكويتا لريتشارلسون. يسحب لاعبين والثالث والرابع هدف مارادوني ربما الآن بين لاعبين. هل يتقدم ويمر مرة أخرى؟ هيا هيا أروع هدف في مسيرتك أروع هدف في مسيرتك. فضل التمرير. لو كنت أناني كنت سجلت أروع هدف. سيارة أمام مانشستر يونايتد، متى سيعود أرسنال إلى أداء الطبيعي؟ هجوميا جيدين، دفاعيا يجب أن نقوم بالتعاقدات، ما زالت التعاقدات قائمة يا سانشو، سنعود أقوى. إذا جولتين بدون أي نقطة، مهددين بالهبوط، طولوا بالكم، تستعدنا بداية الدوري ليفربول 6 نقاط، بورنموث 6، في تعثرات لمان سيتي وغيرهم من الفرق بتعادل، سيتي كمان بجولتين فقط نقطتين، فما زلنا بالبداية. دائما المدربين بيحطوا اللوم علي، كأني أنا كنت السبب بكل شيء، فحاليا نزلت ككام بالدقيقة 65 خسرانين 2-0 مع تشيلسي. بسبب دفاعنا السيء جدا طبعا، ونصيري موجود امامي، راح نحاول نرجع بمباراة تشيلسي، لأول مرة يلعب اسماعيل إيسا كمركز صانع العاب، ربما يكون خيار صعب يا ارتيتا، لكن ليس بهذا التوقيت امام تشيلسي 2-0 وتنزل باسماعيل إيسا في ربع ساعة، كرة ومرور وعرقلة وضربة حرة أمامية لأرسنال، ربما اسماعيل إيسا لنصيري، يلا هيا بقدمك يا نصيري. أمامي لأرسنال نصيري، إسماعيل إيسا هرب، حلوة تمريرتك يا نصيري، خطيرة جدا لأرسنال، نصيري، أول ثنائية نارية بين نصيري وإسماعيل إيسا، 2-1، هل نعود بهدف آخر؟ أردت أن أعطيها هدية للمغرب ولنصيري، لكنها لم تمر، وارتدت وعادت وضربت وفي الشباك، 5 دقائق وممكنة يا أرسنال، لما لا يا أرسنال؟ فيتينا يلعبها إسماعيل إيسا مع نصيري، ثنائية ذهبية وكرة خلف المدافعين، مرور تسديد، هوهو يا كرة. خسارة أخرى، خسارة مؤلمة و3 جولات بدون أي انتصار، هذا لا يعني أننا لن ننافس على الدوري، ربما عودة بدون أي هزيمة، لكن
متى هذا يا أرسنال؟ كل هذه الأسماء في المقدمة ولحد الآن ولا انتصار يا إسماعيل يستغل. يبدو أنه تركيزنا راح يكون أكثر على دوري الأبطال بعد التعثرات بالدوري، ربما تكون شيء إيجابي أنه نلعب بدوري الأبطال بشكل أفضل. يوفانتوس، أرسنال، سوسيداد وبنفيكا، مجموعة صعبة صراحة. تيتا نزل لي بديل مرة أخرى، ولكن هاي المرة كمهاجم مكان نصيري. 1-0 فايزين على برينتفورد، وأخيرا 3 نقاط. خلينا نبلش بانتصار أمامية لأرسنال للتسجيل في مرمى برينتفورد. يا سمالست، استلام جميل، تقدم تمرير مثالية لعودة أرسنال في الدوري، هدف ثاني مثالي، ميتين أقول. ربما الآن أنت تسجل يا بوغبا، ربما الآن أنت تسجل يا بوغبا. سمالستا بوغبا الثالث، رائع التمريرة، تدرس يا بوغبا، تعال واحتفل معي يا بوغبا. كرة الأمامية والتمريرة بين 3 لاعبين بالكعب بهذه الطريقة من الساحر أندريس، وبوغبا في الشباك، ما زالت وهربة وكرة يا ركنية أرسنالية. سمايليستا، حلوة. أمامي لي أرسنال، يجب أن أسجل في هذه المباراة من أجل ثقة أرتيتا. لا تكفي الصناعة يا سمايليستا. إلماس، تمريرة سمايليستا خطيرة، جول. وأخيرا عاد للتسجيل، هدف جميل وصناعة حلوة يا إلماس. شكرا يا إلماس. دفاع سيء الدفاع يا أخي، جيبوا لنا تعاقد مدافع. نعم، سولير، فيتينها، بوغبا، سمايليستا. 4-1 على برينتفورد، عودة ربما تكون قوية بالدوري. أصلا طبعا تحسننا شوي بالدوري بعد انتصار 3 نقاط، المتصدر لحد الآن 12 نقطة، لذلك بإذن الله ما صار شيء، شوي بنرجع. بدنا المباراة القادمة ضد السيتي، بس قبلها في عنا مباراة بدوري الأبطال ضد يوفنتوس على أرض يوفنتوس. رح نشوف هل أرسنال دوري الأبطال غير فلاوفيتش سجل، راح أنزل على ملعب يوفنتوس بديل كجناح مكان سولير، نصيري موجود كمهاجم، وهيا بنا. بهاي المباراة راح ألعب بكاميرا المحترف، إذا عجبتكم تقولي بالتعليقات بنصير بنحطها ببعض المباريات، هي كاميرا أكشن رائعة، لما تجي الكرة راح تعمل زوم. نعم، هل يكون أرسنال دوري الأبطال غير؟ هل يكون أرسنال بأداء مغاير في دوري الأبطال؟ سمايليستا بكاميرا الأكشن بأول كرة وأول تقدم بالمهارة، يحاول يتقدم، هيا بنا، مر يا سمايليستا وأنقذ أرسنال. حلوة، هيا نصيري، عادت مرة أخرى أرضية بالرأس، حلوين والأكشن رائع والكرة خطيرة. أوهو، أوديغارد ورحيل ساكا ورحيل المدافعين أثر على أرسنال، لكن سنحاول لآخر لحظة. فلاوفيتش، الكرة في يدي رامزديل الأمام، ربما صناعة وتمريرة رائعة جدا للأمام. أرسنال عن طريق نصيري واحدة لإسماعيليستا. رابولا خطيرة، الدفاع. أرسنال سيء في قلوب الدفاع، يجب أن تتم الصفقات ويأتي لاعبين إلى أرسنال إذا أردنا تحقيق شيء في الدوري وفي دوري الأبطال. أسوأ المواسم لحد الآن، ولكن ما في شيء ما بيتصلح، ممكن نرجع. عندهم لاعبين بالهجوم أقوياء وأنا موجود، وثلاث نقاط ومباراة مع السيتي ممكن ترجعنا شوي بالدوري لأنه لسه بالبداية. طبعا ومع كل هذا السوء، ثالث هداف في الدوري هو إسماعيليستا ب3 أهداف بعد زاها وبينامونتي من كريستال بالاس. وبالصناعات أنا موجود مع ماركينوس كمان ب2 صناعة. الحلقة القادمة راح تكون أفضل إن شاء الله مع أرسنال وإسماعيليستا. دمتم بألف خير.